مرحبا بكم في أكاديمية الطبخ. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي لا تارت او بوم، ان كلاسيك في لا باتيسري، ان كلاسيك سامبل مي سي توجور بون. هاد الوصفة نحتاجو لا كومبوت دو بوم اللي راح نبدا بها. دونك نبدا بالزبدة هكذا، نخليها تذوب بعقلها، ندير لو سكر، ندير لافاني تاعي مع الزبدة باش تنكهها. نقدر ندير شيفان زاست ولا بيان سور زاست دو سيترون. اه نقدرو بوغ امني ان تي بو d'amertume ou je suis à de l'acidité. Donc c'est de taille qui est d'adoub, zid sucre petit à petit, l'aql, on bat les pommes, on khalat à chaque fois. Bach sucre les pommes taille de balou, ou y a de la coloration un petit peu, l'aql. Donc, dire je suis à hagla. Ou en même temps, on bat la pâte sucrée tiali. Donc la pâte sucrée, on a besoin le beurre, mais le wel, qui m'a rahi mktouba l'ouasfa. La température, t'as la chambre, il y a une température ambiante. On a les pâtes friables, les pâtes friables. On a les pâtes friables. On a هكذا نخلط ساعة ساعة هاك تشوفوا هاذيك عندنا هاد لا بروميير ميثود يسميوها لا ميثود إكخيمي، يعني بور بلوس سكر يسميوها إكخيمي. كي نديرو البور ولا فارين واش نسميوها؟ بور فارين سي صابلي باش تولي عندها اون تيكستور صابلوز، يعني شغل يبان شغل الرمل. وعندنا لا تخوازيام ميثود اللي هي بلونشيغ. Blanchir, où est-ce que tu les œufs, sucre et œufs. Les œufs au sucre, le sucre. La méthode, c'est blanchir. Donc, là, on va écrémer. On va au beurre sucre. Même bat, on va les liquides. Il y a l'œuf et le jaune d'œuf. Donc, avec. Voilà. نديرو كيما نحبو سكر سمول ولا سكر غلاس؟ نعم سكر غلاس ممكن يكون احسن باش يسو ديسو فاسيلمون يعني. ولكن ما يتغيرش بزاف لا كونتيتي ما تبدلش اونت سكر غلاس. احنا درنا هنا هاديك تعقل نحاول باش نسخا با كاراميليزي باش ما ياخذش لا كولور بزاف. و نرمي لي بوم ديالي هنا لا ها نقص دابا الماء ا بوتي في هذا مكان ها. دونك حنا هاد لاباري هذا لا كومبوت دو بوم في الاخر كي يتبان كي يطيب مليح وكي يبرد نزيدوا له شويه لو فلور دورونجي يعني المزهر على الاقل ان كويار هكذا مغرفاوي باش نزيدوا النكهه. دونك الا شناها لصقت مع الاخر دائما واش ندير؟ هل ناخذ سوا اون ماغيز هكذا مثلا و هاكلي فوالا ونعاود نولي نخلط ما ننساش نخدم منا ومنا هاوليك هكذا بالعقل حتى تاخذ لا كولوراسيون و لي بوم تاعنا نوعا ما يطيبوا. كاين دو ميثود يعني نقدروا هاد لي بوم بعد ما ينبالوا ونشفوهم اون ميكس باش نديروا اون كومبوت نخليوها تبرد ونخدموا بلا بوش كي نديروا لا كارنيتور تاعنا ولا نخلوها تنشف تبرد بعد ما نديروا المزهر بيان سور
ونديروها اون مورسو وافوار بلوس دو ماش يعني لا تارت او بوم تاعنا تكون متكاتفه لداخل هكذا فوالا دونك نبدا نكسر الحبه البيضاء الاولى بيان سور نحبس الباتور ما نرميهاش مباشره علاش باش نفيريفيو البيض باش ما يخسرش ما يكونش خاسره اكزاكتومون باش نعرفو بالك تكون خاسره فوالا ونروح هذه قلنا نوجد ان جون فقط واش ندير كي نكسر البيض بلاستيفيور نغسل يدي وعلاش لي ميكروب ولا ميكروب بلاستيفيور علاش نغسل يدي كي نكسر البيض باش الماء تنشف المشكله في القشره تاع البيض كاين اون مالادي غاف ولا اون باكتيري اللي اسمها لا سالمونيل اللي موجوده في قشره البيض دونك اون بو الانسان هو في الحقيقه هو اللي كونتاميني لاليمون ماشي لاليمون اللي فزت يعني كيما نعرفوش نستعملوا الماده او المكونات اون غوسيت اللي نقدروا حنا اون كونتامين لاليمون هذيك اون باتيسري بصفه عامه دونك راكم شفتوا هنا راهي دبالت نطفيها خلاص نحطها تكوتي خليها تبرد الانسان هو اللي كونتامين لاليمون تاعو في لا باتيسري بصفه عامه عندنا 50% هي ليجيان يقدر يكون ان تري بون باتيسي بصح ما يعرفش يخدم اي بو كونتاميني لاليمون هو اللي يضر يعني الزبون بصفه عامه او شخص من اشخاص العائله دونك ناخذوا حذرنا في لي في لي في لي زو هادوما في لا سالمونيل اي سيدا البروسيدي لازم يكون نقي باش لا روسيت تكون مليحه دونك هنا نكملوا الكريماج تاعنا هذاك دونك زدنا لو ليكيد في ام بات سابلي واش نديرو جينيرالمون نديرو لي ماتيير سيش لا فارين السكر لو بور صابلاج لو ليكيد مع الاخر يعني كريماج واش نديرو سكر بور كريمي لو ليكيد لا فارين على الاخر لا فارين الموضوع وفي البلونشيمون تاع بلونشير يعني بصفه عامه نديرو لي زو سكر من بعد لا فارين فوالا هذه مليح الانسان يعرفها هاك هنا نحبس تبقى لي غير لافارين واش ندير نحكم الميزان تاعي ندير نوزل الفارينة باش ما تلفليش تقريبا جينيرالمون يعني تو ديبون لي فارين كي نديرو 125 غرام سكر او زبده الفارينة دائما تكون لو دوبل لو دوبل لو دوبل اكزاكتومون تقريبا لو دوبل وبعدها نشوفوا كاين يعني لي فارين يتغيروا باسكو حنا نخدموا بدي ماتير فيفونت يعني اشياء حيه هذه هي شويه صعوبه دي فوا في المخبوزات باسكو لازم يكون عندك كل واحد دو توشي تاعو هاني درت 250 ندير قرصه ملح اون بانسيت سال تقريبا 5 غرام مع مع لاكريم باش مع لاكريم هذيك باش يذوب شويه هكذا كنت قاعد نديرو مع الاول كذلك هذا واش هو لو رول تاع لو سال سي ان كونسيرفاتور كذلك حاجه الاولى جي با كونسيرفاتور مذاق لو غو سي ان اكزورسور دو غو لو سال هذا واش يجيب لنا كي نديرو فين روسيت هو يغيفل لي 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 زاروم لي موجودين داخل يفي سورتير لي زاروم نديرو هذاك كونسيرفاسيون كذلك اي غروسكوبيك لو مو هذا لازم تعلموه جاي من ليغروميتري معناتها لو سال يغوتير لو يتحكم في الماء وكي يتحكم في الماء نشوفوا الناس زمان كي كانوا يديروا الحوت ولا حاجه ما عندهمش لي ريفريجيراتور الثلاجات واش كانوا يديروا يملحوه واش يدير الملح يابسور بالماء هذاك دونك البرودوي ما يفسدش البكتيريا ما عندهاش ما باش تعيش دونك ماده حافظه اكزوسور دو غو يعطينا المذاق لا كونسيرفاسيون وي ريغول لا فيرمونتاسيون في اشياء اللي فيها الخميره شتو خبز مسوس شباب نو ماشي شباب علاش
La texture, il met, oui, il donne la plasticité nécessaire à la pâte. هو اللي يمد هذاك لو يعني يعطيها الخدمه ديالها مليحه. دونك هنايا واش نديرو؟ نخلط برك هكذا شوفوا مليح. Juste pour amasser. هادو سكون ابل لي بات فريابل ما لازمش يتعجنوا بزاف. وعلاش؟ يتحرقوا باش ما يتخسروش. باش باش يكونوش دور. ما باش ما يتكسروش. باسكو يفو travailler son corset, mm-hmm. C'est-à-dire en phrase, ou là on dit le phrasage, ou là le fraisage qui m'est dit. Phraser ou fraiser. Nous faisons un bad la pomme. Il ne faut pas donner du corps, parce que quand on dit un fonçage, la pâte ne se casse pas. On a l'élasticité. Le gluten ne se casse pas les pâtes à brioche croissant. Ouais. Pâte feuilletée, pâte friable, non. On n'a pas. Donc, maloul, on dit que le chalta, vous voyez, انا نريح نشوف قدام البيطره تاعي فوالا نحي دونك اون بات قد ما نعجنوها قد ما تزيد تخرج الجلوتين هذاك نعم وي سورتو في هاد لي بات يعني لي بات فريابل سي با لا بين ما نحتاجوش هذيك الالاستيسيتي نحتاجو جوست ان فراجاج هاولي انا واش ندير ليسونسييل في لي بات نخدموهم بهذه الطريقه واش ندير هاوليك نجي هنا شوفوا مليح فوالا هذا لو جيست اللي تري امبورطون فوالا فوالا نجي شوفوا نرمس هكذا ونخدم هنا بلا بوم يعني لو ايوا لو برودوي لازم يتخلط بلا بوم هذا هو الخلط باسكو كاين وين دي فوا ما كاش كاين السكر اللي ما تخلطش ولا شويه زبده كندير الفونساج واش يصرا السكر هذا كيكون في الوسط يذوب في الفور تبقى تقب دونك لو ميلونج سو في هكذا بهذه الطريقه هاوليك مليح فوالا هاد لو جيست يقولوا له فريزي او فرازي فوالا نقدر ندير بلا ما نعجن فيها ما هنا مانيش نخدم لو غلوتين جوست ان ميلونج ها جو ميلونج هاوليك تبدا تولي ما تلصقش نعاود نولي لاكور نتاعي فوالا هاني ما زدتش فارينه كانت 250 غرام كافيه ها ندير اون بات هكذا او بابي فيلم وجوز لو فرو نخلوها او ريفريجيراتور ريفريجيراتور شحال هي مينيموم زوج سوايع ساعتين واش ندير هاوليك ندير هكذا يفو لا بلاطير بيان علاش باش ما يدخلش الهواء نو يفو لا بلاطير بيان وعلاش هاوليك باش تبرد فيت في هاوليك هكذا ندير على شكل دائره من الاول باش تجي تجينا سهله شيف اون بو يوتيليزي نوتر بات زعما بات فيتي ولا On peut utiliser la pâte feuilletée, on peut utiliser la pâte sucrée, sablée, qui est malhabou. Même la pâte à fonçage, il y a une lapine à chouïa malhaoula. Mais je suis mouchkil. Anna, ben je m'en disais, je le vois, quand tu jettes une autre pâte, Haïlik, les canteries, elles sont très bonnes. Haïlik, je te vois, Berda, elle a les pâtes à donner, elle a mon berdine. Elle a déjà le beurre différent, je m'en ai tlaqch. حنا درجة الحرارة تاع الإنسان بصفة عامة شحال؟ 37 في رأيكم لو بور يفوزيون يعني يبدا يذوب واش من درجة؟ 26 27 درجة يبدا يذوب دونك الإنسان يقدر في يده يطري هذيك العجينة تجي صعيبة باش يخدم هاك تشوفوا مانيش ندير بزاف لافارين شويه برك قولوا لو جيست هاوليك تكون عندي دائره نبقى في دائره نحل شويه وندور دومي تور هكذا ان كار دو تور بلوتو هاوليك هكذا ها شو كي يكون الفخازاج لا بات لي ليس تبان هاوليك هنا خرجت شويه صفراء لانه استعملت واحد زبده اللي كانت فيها شويه لا كولور هذا ما كان نقدروا نعاود نستعملوا لا مارغارين نفس الشيء سقسيك هذا السؤال شكون يعرف الفرق بين لا مارغارين والزبده
margarine végétale ou zibda animal. Voilà. Les matières grasses, kif kif ou la la la? Non, c'est kif kif. Si. C'est kif kif, ah bon? La matière grasse. Chal kaye? 82%. Non. Bah, je n'ai pas comme technique, Anna. Hein? Et le mot, le gaz de bda, 82-16-2. 82-16-2. Où je mets 82 de matière grasse? Il y a le mètre de décembre. 16 plus le mia, tu as le mât. Ou tu n'es plus le mia. تاع لا كازين اللي هي البروتينات الموجودين في الحليب جينيرالمون هكا ميم بول يعني المارغارين جينيرالمون فيها 82% ماتيغ غراس برك المارغارين تخدمت في فرنسا دارها نابوليون 2 علاش كان ما كانش كان مشكل كانت اون بينيري تاع الزبده خرجوا لا مارغارين اللي هي سي اون فورم ديمولسيون نخلطوا زوج اشياء اللي نورمالمون ما يتخلطوش كي نخمم مارغارين نخمم بلوس مايونيز ممكن نخمم مايونيز نخمم غاناش لا غاناش واش نديرو شوكولا اون فاز دور اون فاز اكوز ماتيير غراس مع لو ليكيد فوالا هذه جوست معلومه باش الانسان يكون يعرف دونك هاليك بقينا في دائره شوف نخدم والصح وشنو هو كيكون باش نعرف السونك تاع لاباط تاعي بهذا الزوج بيدينا فوالا شوف اسكو كيف كيف منا ولا منا ونخدم شوف ها ما نكرازيش لاباط بزاف وين رقيقه نمشي ها ما درتش بزاف لافارينه لا شتو باسكو البرودوي يلترن في الفور وكي تكون بارده ما تلصقش ها ليجيرمون برك حاجه خفيفه ها لي ها ونخدم شوف نروح باش ما يلصقش لو رولو ليجي برك واش ندير ها ندير هكذا ونجي لو فون تاعي انا خيرت لكم مول ساه مول ماشي صعيب هذا باسكو يتنحى نورمالمون نديرو دي سيركل سي بلو ديفيسيل معليش واش ندير ندير هاد الطريقه روح هنايا مع الاول صح بيسك لا بات السمك تاعها شحال ا بوبري 3 مليمتر 2 اي دمي جوسكا 3 تقريبا ما يكونش رقيق بزاف سينو يتقطع واش نبدا ندير نبدا بلي بور يدخلوا لداخل pour avoir l'angle droit هذا هو الصح في الطاحت لازم نهبط لو لا بات تاعي لداخل باش avoir l'angle droit يجينا شغل كاري علاش كي يقعدوا لنا دي ترو تطلع لا بات من بعد ماشي على لي ترو نو باش ما يهبطش في الفور كي يكون لو فيد هنا تحبط لي تهبط دونك انا ما نروحش ديريكت ندير الفونسا شوف ندخل ماكسيموم لتحت هاوليك شوفوا مليح حتى هنا نروح نخدم هنا ها نقدر شو ننجم ندير هكذا باغ اكزومبل هذه لا ميثود لا بلو كلاسيك ولا نروح لرولو شوفوا هاولي هنا ونحي زياده هاولي هذا ما نعجنوش نعاود ندير فوالا اكزاكتومون بو نو با دوني دو كور نحطو مثلا شوف ونعاود هنا شوف دي بيتي جيست هكذا غير بالعقل شابلاتي بيان سور كون كنا نخدموا هكذا دي بات نكون نحاولوا باش نكونوا رابيد شويه باسكو لي بات يسخنوا دونك هكذا واش ندير لو سيربلو هاولي نعاودوا ليه هنا فوالا دونك فهمنا كيما قلنا دائما بروب دونك لي بوزوان تاع الغولو فوالا نحاول الغولو ما سحقوش دونك نحطو هنا هاولي دونك لا كومبوت هادي هاي واجده بصح انا كنت وجدت وحده من قبل باش ما نضيعوش الوقت نعم لازم تكون بارده تكون بارده سواء لا كومبوت بارده سواء هاد لو فون نقدر واش ندير نحطو في ريفريجيراتور يبرد يكون بارد مليح نديرو لا كومبوت سخونه من بعد نديرو لا كومبوت نقدروا نديرها سخونه الا كانت لا طارت كونجلي ولا نديرو لي بومب تاعنا ولا دو بريفيرونس خليوه يبرد يريح هكذا يغوتريس با تما الاخر ولا كومبوت نديروها بارده ودوك نديرو الديكور تاع لي بوم ونشوفو لا فينيسيون تقريبا دونك لا كومبوت هاي ليك واش ندير انا خليتهم دي مورسو دونك جو ريكوبير لا غوس شاف ما نبيكيوش لا بات
Non, parce que on a la compote. Sinon, il y a t-il. Voilà. نقدر ندير هكذا ها نحب لا ماش تكون شويه يعني شويه خشينه كما نقولوا بو افوار بلوس دو ماش فوالا ها طاحت تقري سوا سوا لو مول اللي درناه لا سوا سوا فوالا دونك عندنا هذه دوكا نروحو ندوزو لا فينيسيون نوري لكم اون او دو بوم وحده كيفاش نديرو الديكور ونخليكم تخدموا للطار تاعكم Donc, voilà. Tariqa sahla. Bon, une pomme, on va là. Ou la pomme, voilà. On va faire cette tariqa. On chauffe un petit récipient. Bach, d'aimer, on va mettre le déchet à item. On va faire proprement. Voilà. Ou on va faire la tarte. La pomme, à fond. دونك نوريكم وحده ولا زوج من بعد نكمل لا بوم لا طارتو بوم تاعي ونخليكم تبداو في لي طاقت تاعكم فوالا نوريكم الطريقه تاع التقطاع فقط فوالا نحاولوا باش نكون رابيد دونك واش نبدا هنا هنا نقي الوسط نحيه Même dans le machabes ou là, partout, une scène est organisée. Qui est bien organisée, il y a un travail. Cette partie est bien sûr le dakhl. On a fait des morceaux de chien. Voilà. On a fait moyen, on a fait un marqueur de bzaf. On a mis de balou, il faut. On a fait un chien. Ce n'est pas l'autre. On a fait un peu de toastin. Voilà. L'aqal. On a fait le décor. Après. توما حرينا انا نحب ندير لو ديكور كلاسيك هذاك مثلا نوريكم برك الاولى ومن بعد نتوما ديروا الباقي فوالا نحكم الاول هاوليك شوف نجي هنا باي زومبي ونتبع في سبيرال تاعو هذاك لو كوتي هذاك اللي جاي بومبي هكذا ندور به فوالا هكذا ونروح À chaque fois, on doit. Toujours, on doit. Voilà, exactement. Je t'ai là, hagda, serre d'ailleurs. Même si je t'ai là à la tarte aux pommes, c'est pas grave parce que le four. Voilà, exactement. Donc, on doit. Aussi, on doit mettre le rep parce que ça bouge le four. On doit la tarte, hop, il va avec le ferc. Il le vide un petit peu par rapport à la compote. On doit. On doit. Qui m'a dit qu'une tarte aux pommes bien garnie. احسن باسكو لا بوم بعد سو طاس تهبط دونك فوالا انا نهضر ميم كيستيون كوميرسيال يعني انسان كيديرها في مخبزه ولا لازم كليون كيشري طارتو بوم ياكل دو لا بوم فوالا هذا هو الاخر دونك انا كيكمل هاد لا طارت لا كويسون نديرها تقريبا 175 درجه à basse température. Ça, ça va cuire plus longtemps. Là, je pour garder la friabilité. Avec le qamash entre guillemets ou là, les te prend la tasse. Mais n'habch un feu qui m'a dit qu'on un four et qu'on vif. Non, à 175 degrés. On t'ouvre. Qui te habite garder la friabilité à une tarte ou là une cuisson. Non, à petit feu. Il y a ni 170, 175, 170. On t'ouvre. Très bien, on va 220. On arrive à 15 minutes. دونك طيابها هذه 175 تقريبا 25 دقيقة نشوفوا برك لاطارت من التحت سي تري امبورطون باسكو ما نساوش باللي الماء اللي راهو في التفاح يفان بيبي لاطارت دونك طول شوية نعسوا كل فورو كيفاش ماشي معناتها 175 تاعنا حنا يقدر يكون في البيت شيء آخر دونك لازم الإنسان يعرف الفور تاعو فوالا دونك أنا نكملها هذه ونحطها في الفور وانتوما نخليكم تبداو لاطارت تاعكم وفاصل ونولو لكم تفضلوا دو لي باتور تاعكم
غير البيغ تاعي يطرى نرمي كاع الكميه تاع السكر. لازم دائما جو ديباغاس بلون طرافاي نخليه فيد. C'est le batteur ou je compte un coup à l'intérieur. Voilà. Un sacheur c'est l'idée qui est que ça le bête. Elle dit un jour CAP, merci le chiffre de l'ouahad, rach le diplôme. On attend d'ailleurs de nous jeter la farine tiens et nous en a besoin de le temps. Où j'ai la farine tiens car où j'ai 250 grammes, mettez-nous 50 grammes de la farine, on sèche. La farine, la belle. La farine. Dirti la farine? Dirt. 250. D'accord. Bon, le bédat qui est un bar. Je suis à faire le malish. Alors, en général, le bédat nous wizne. 50 grammes de hababid. Caribe. 50 grammes de hababid. هذيك المليح الواحد يكون ميزان لما كانش انا قلت لكم لافارين ها اختلفت انا درت حبه بيض وان جون طاحت تقريبا سواسوا نزيد شويه 50 غرام ما تفري نرمي غير بالعقل قلنا تنعجنش قلنا غير تفا ان فخازاج واش قلنا ان فخازاج غير تنطم فقط ومن بعد اون فخاز هذيك لي ما هذيك لي بوم نخدمو بيدنا الخلط هذاك لا ما درتيش كاع لا كونتيتي نو ندير كلش ندير كلش على فوا وي وي باتنو ما قلتش نعجن قلت نفخازاج جوست افيك لا بان وي واش قلنا نديرو فخاز هكذا سي سا فخازي هاولي لا ما تلصقش باسكو الا عجنتيها خلاص تولي ان بات كنا ترافاي لو غلوتان حنا ماشي الفايده هاك دونك فوالا يد واحده أوكي. نروح غير بلا بوم هاديك كي نشوفها مازالها تلصق نزيد نعاود مره اخرى فوالا اكزاكتومون هذا هو نروح من الداخل نو ما قلتش هكذا هذا كي تعجني هنايا انا قلت ان فخازاج هكذا يتندر الا باش نعجنها نكمل نعجنها في البيتخان ديالي قلنا ما نعجنوش قلنا ان فخازاج هاك خليها هذاك الاول ونروح هلا غير بلا هاك دونك هنا بابي فيلم ونديروها في الفروه ما نعاودوش نزيدو نعجنوها خلاص ما نمسوش بزاف با طرو دونك لي بات تاعكم تخليهم كاع في لو فري ديرهم في الثلاجه يريحوا حنا نخرجوا فاصل ونعاودوا نوليو باش ديروا لو فونساج تاع لو فون دو طاق تاعكم بعد ما لي بات تاعكم ريحوا يعني تقريبا داروا زوج سوايع في الريفريجيراتور تفضلوا بداو الفونساج تاع لي فون تاعكم Thank you.
شوية من الفوق من الفوق ليجي فوالا نشوفها في الفوراج هكذا شوية دو بلا عقل لا بلا عقل ندير هكذا فوالا هانكو شكل دائرة بلا عقل شويه الحراره هنا في الاستوديو وحنا درنا دي بات هادو موبور دونك نحاول باش نخدم رابيده سي بون فير نشوف لا تيكستور تاعي شوف خاصها يبدا تسخن لا بات بدات تسخن بالعقل بالعقل تو دوسمو لا بيو داخل نرفد ندخل بالعقل فوالا نشوف لا تيكستور فوالا هنايا هنا هنا فوالا داخل قلنا اونجل دغوا نخدم هنايا قدامي فوالا نحاول ما نديرش هذاك الماء اللي يبقى شويه ماء تاع تاع لا كومبوت نيفيتي On n'est pas imbibé là-dedans. Rapidement, la redem. Les kemmel, le travail propre, où j'ai de la planche à découper taille. Le décor, où ça? Les pommes. نوجد 3-4 بوم ونبدا نقطع ما نقطعهمش كامل بالك لا بتيت طاخت هادي تحكم ثلاثات ممكن اربعه تو دي بون لي بوم تاعنا سكو كبار ولا صغار باتيه الداخل لا نروح هكذا باش ما نجرحش روحي نخليهم هكذا ها مقطعين نعاود نفس الشيء شوفي قطعهم دوكا هكا ولا هكا هكذا كيما هكا كون نديرو مرقاق بزاف راهم يدبالو خشان بزاف يطولو شويه باش يطيبو جوست اون بيليو نحاول ما نطيحهمش كي نلحق للوسط هنا هادوك اللي بقاونا لي مورسو اللي ماشي شابين نخليهم في الوسط ونعاودو بالمطور باش مام لا طارتو بومب كي تكون مام عاليه تعاود تهبط في الفرن تجي طايره هكذا تعاود طيح ايسونسييل لو ديكور هذا كيجي شباب فوالا لازم تكون داخل ولا وي شوف نقدر نحط لها زوك سكر ولا نقدر نديرو لها سكر ولا كانيل القرفه ناسي شوف الا لاحظتوا اني درت انا هاد لافلوغ نتوما ما ديروهاش على كل حال اللي يحب يدير اون فلور يقدر يافونسي شويه في الطياب تاعها يحكم اون دومي بوم يا سوا يغليها بشويه ماء سكر ولا يطيبهم وحدهم باش هكذا اون بو لا مودلي يعني نخدموها بيدنا تكون طريه ونخدموها مي با اوبليجي كيما نطاقو بوم هكذا
مليح. سي بون هكا شاف بيان. نشوفها في لا كويسون بعد. شاف. سي ان ديكور مليح. برك هادي بالك شويه طول باش طيب باسكو راهي شويه خشين هذا ما كان. دونك لي فور تاعكم راهم واجدين. في لا بون تمبيراتور. تقدروا ديرهم في الفور. شحال قلنا المده؟ 25 مينوت. ونشوف الى لاباط تاعي الي كويت لداخل. بسم الله. اسك هاد الليمون نقدروا نحيوهم؟ فوالا. نشوف الوقت الثاني وقتاش حطيتها باش نعرف. دونك لي تارت او بوم تاعكم راهم في الفور نخلوهم 20 ل 25 دقيقة كما قلنا تو ديبون ليبيسور تاع لو فون تاعنا. دونك نفيريفيو مي كويسون نخلوهم يطيبوا ونتلاقاو في صحن التقديم باش نشوفوا لو ريزولتا فينال. هاني نشوف بلي راكو كملتو لي تارت تاعكم سون بيان ديكوري ما شاء الله. وين كانوا عندك دي ديفيكولتي؟ مرفا فليكوتي تحبط لي اليوم راني نشوف فيها صافا. اه داكور باسكو هبطنا بيان لي بور كيما قلنا. داكور كي تا ريوسي ا فير لا فلور سي ديجا بيان يعني خدمتيها ما شاء الله. ميرسي شاف. سي لا بروميير فوا لي درتي لا تارت او بوم؟ وي. داكور راني نشوف ناجحه مالغري درنا لا بتيت فلور ما شاء الله لي بور ما هبطوش دونك سي فاسيل ا رياليزي. وين كانوا عندك دي ديفيكولتي؟ شويه كيما كنت نفتح فيها سخنت. اه فوالا سخنت. سي بور سا الواحد لازم يخدم. كانت تلصق لي في البلون دو ترافاي. لازم نكون عندنا ان كود فلوراج. فوالا ليجي ونخدمو رابيدمون باش لو بور هذاك ما يبداش يدوب. مي على العموم ما شاء الله راني نشوف لي طارت ال سو روسومبل. ميرسي شيف. سون بروبليم. نفس الشيء. لو ميم ريزولتا. ما كانوش عندك صعوبات شويه؟ Si في لاباط سخنت شويه سي سا نو نو بور ايتالي لاباط افون جو لا كولي مورسو بار مورسو في لو مول بعد هاد الخطره جاي ابخيا هي لي توت لي بات كيما هادو فرياب سي الفروا غير نشوفوها انطلقت شويه ما نخافش منها نعاود نحطها تبرد شويه هذا ما كان دونك لي بور ما هبطوش سي ريوسي لي بومب سون بيان ديسبوزي تري بيان لا كويسون الي بيان كاع يونيفورم راهم سون توت لي طارت سون باغي يعني شوف بلي لا تارت بوم اللي ريوسي 100% اليوم 10 على 10 كامل. نقول لكم ان شاء الله استفدتوا معنا في هذه الحصه تاع اليوم وتعاودوا تقوموا بتاك لي روسيت هذو في البيت ان شاء الله. نتمنى المشاهدين الكرام كذلك استفادوا مع الوصايا اللي عطيناهم في لا روسيت هذه. انا ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.